الحال احنا بالنسبه لنا احنا الزيارات بتاعنا الميدانيه هي برشا تنفع على امكانيات الجهه الرياضه والشباب بالحال ونقف على المنشات والانجازات اللي تحققت في الجهه. انا نقول القيروان تستحق منشات محترمه تستحق امكانيات اكبر واكثر لان كما قلنا الجهه عندها امكانيات بوتنسيال كبير والبوتنسيال هذا والامكانيات هذوك ما تظهر الا بالمنشات. احنا اليوم دائما نحاول نتبعوا المنشات وصلنا الحاضره والجاهزه بعد سنتين من التحديد واليوم كما قلنا زرعنا واليوم قاعدين نحزوا ان شاء الله نعطيه الجهه هذه الامكانيات اللي تستحق. نقول اليوم ما عندناش كرة القدم عن الرياضات الفردية والرياضات الجماعية الأخرى والجهة تستحق. اليوم فشلنا مركب شبابي هام برشا للجهة. اليوم سيحتضن معناتها أولا الشباب نتاعنا اللي ما عندوش وين يمشي في الجهات هذوما وما عندوش وين يتنقل ما عندوش وين يتحرك ما عندوش مناطق كانت الترفيه وهذا من الشباب. انا اقول مكسب كبير ان شاء الله. انا فما حاجه يلزمنا نوضحوها ان الصيانه هامه برشا والصيانه نقول اعتقد معدومه في الجهات الكل ما ثمش صيانه. احنا اليوم نشوفوا في التلفزه نتاعنا دائما ينتقدوا ان ما ثمش ملاعب لكن الملاعب موجوده لكن مش تنقص الملاعب هي الصيانه. والصيانة تحتاج إلى إمكانيات وموارد مادية إن شاء الله مع الجهات الكل. حاولوا أنه اليوم وزارة الشباب والرياضة والولاية والبلدية نتعاونوا على المشاكل هذه اللي يقول أنا مشاكل مش نلقاوها لأن اليوم وزارة الشباب والرياضة في 2012 و2013 تقريبا 400 مليار للمنشآت سواء رياضية أو شبابية. إذا ما تلاقوش بالصيانة بعد عامين وثلاثة ما نلقاهمش. هذا أعتقد أن المشكلة اللي مش نلقاها في السنوات القادمة هي صيانة المنشآت هذه. إن شاء الله نتفقوا إن شاء الله نلقاو الحلول إن شاء الله. سيد الوزير.